السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة السفاح الرياضية، هذه تحيتي نهاد الروديني يحييكم من ملعب أرضية الكابتن حسين شلاقة ملعب الزعيم في الكرنفال الاستذكاري لشهيد ماهر طعم عبيد الجوراني. طبعا الكرنفال من تنظيم الكابتن محمد حسن، حيث يلتقي فريق الكواسر القادم من محافظة إديالة يواجه اتحاد بسماية بقيادة الكابتن والمدرب موسى كاظم. قناة السفاح الرياضية تتواجد لتغطية هذا الكرنفال. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي الكابتن والمدرب موسى كاظم مدرب فريق اتحاد بسماية في المباراة الاستذكارية للشهيد ماهر طعمة المقام على أرضية ملعب الزعيم، أكيد فريق الكواسر القادم من محافظة إديالة. كلمة لمنظمين البطولة وإدارة الملعب وكذلك هذا الجمهور الحاضر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر من خلال قناتك الكبيرة المظلومة كابتن نهاد، طبعا أحب أشكر منظمي البطولة وشكر خاص لك وعلى قائمي البطولة وشكر هذا الجمهور الرائع، وأحب أحيي الفريق القادم من مسافة كبيرة إن شاء الله بين أهله وناسه، إن شاء الله ماكو فرق، هم وإحنا كنا واحد إن شاء الله، لأن كلمة سنقولها إن شاء الله في مباراة كابتن نهاد. المعطيات من خلال المباريات القادمة، شاهدنا فريق اتحاد بسماية، نعم قدم مباراة كبيرة، فريق يعني حقيقة يمتلك لاعبين شباب، لاعبين يعني خبرة ومهارة، أيضا فريق الكواسر لا يقل شأن عن ذلك، ماذا توعدون مجمع بسماية لهذه المباراة؟ كابتن نهاد إن شاء الله احنا نوعد الجمهور سنرضي المباراة، وفريق الكواسر تعرف فريق اتحاد بسماية جاي تغلب عين القوة البدنية، جاي تلاحظ هذا الشيء انت من خلال قناتك، القوة البدنية جاي تلاحظ، ويبقى الحظ كابتن نهاد، ما شفت ذاك يوم النهائي، الحظ يبقى الحظ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر نحكم على المباراة هسه، إن شاء الله الشوط الثاني سنقولها إن شاء الله. كلمة ختام إذا عندك شيء تضيفه؟ لا رحم الله والديك كابتن، نشكر هذه القناة الجميلة وقناتك الصراحة عوف اللعبة، قناة كبيرة ومظلومة إعلاميا، أحب أناشد من خلال قناتك، أحب الدعم لهذا الشخص ولهذه القناة اللي الحقيقة حاسين أنه هو دوري عراقي مو فرق شعبية. كابتن نهاد حبيبي شرفت بيك، شرفت بك أنت الكبير والأخ العزيز. نعم أحد المشاهدين والمتابعين، باسم ملعب الزعيم الرياضي المتمثل بالكابتن حسين شلاقة وجميع رياضيين قضاء المدائن، نرحب بفريق الكواسر القادم من محافظة ديالة، أكيد قمة كروية، مباراة استذكار للشهيد ماهر طعمة، راح تواجهون فريق اتحاد بسماية المدجج بالنجوم. كلمة لمنظمين البطولة وإدارة الملعب وكذلك هذه الجماهير الحاضرة. والله نشكر المدارين النهائي والبطولة مع الشهيد الله يرحمه والكباتن الموجودين، نشكرك أيضا أنت كإعلامي ونشكر الجمهور، وإن شاء الله يكون مباراة جميلة وبين الفريقين وإن شاء الله نفوز الكواسر. نعم المعطيات تشير العام الماضي أنتم أيضا لعبتوا مباراة استذكار، نعم. وإن شاء الله هاي السنة إن شاء الله كل سنة احنا جايين إن شاء الله هنا البغداد. تذكر المباراة القادمة؟ اي اذكر. يا فريق واجهتوا؟ واجهنا فريق فريق الزعيم. نعم فزت خسرت؟ لا والله خسرنا. ايضا اليوم اتحاد بسماية فريق مليء بالنجوم، اشتعل جماهير مندلي التي تنتظر نتيجة المباراة. إن شاء الله الفوز. إن شاء الله. كل التوفيق. الله يسلمك رحمة الله عليك الجميع إن شاء الله. صلاح العزاوي. نعم. We'll be right back.
عليك لا لا تقولنا وحكم ثاني كابتن قاسم وهكذا تنطلق بانطلاقيه مع الكابتن البسماية الاخرى قبله اول الاهداف لصالح الاتحاد فعلوها في الدقائق الاولى سجلوا اول الاهداف وما اروعهم الهدف ما امتعوا بلمسه ساحره بارضيه سترونها بلقطات وبالاعاده بغلاف الكابتن ايهاب السفاح هنا في قناه اليوتيوب على الفيس ايضا تجدون في كل مكان حصريا مرة أخرى لمن هذه الكرة يحاول يعدي ممكن صوبة صوبة للطاير باكر الله على الطاير لكن صوبة تسويبة قذيفة لا تسويبة هذا في المنتدى السريع صوبة صلاح ممكن يقول الله عليك هذا في الخطأ صوبة يوسف سعد عليك في الزاوية الصعبة سددها الله على التسجيل الله على الهدف مراك أنت يا سعد الله على اللمسة ستعاد هذه اللقطة بكاميرا الكابتن نهاد الصفاح باللقطة البطيئة وبالعرض البطيء سترونها كيف دخلت المرمى لم يرها الحارس ولم يرها الباقون بتأمين دفاعي خلص خلص ولكن محمد طالب قراها صح يلعبها ممكن البحث عن اللعب
الكرة الطويلة عادت إلى الكرار إلى بلا سمير مرة أخرى. سمير يعود عدي سمير شطور سمير لا شيء حق المباراة ولكن بعيدة. الكابتن قاسم ضربة غير مباشرة. الآتي الكابتن رياض السفاح الناقلة لهذه المباراة. القمة ما بين الفريقين الكواسر والاتحاد. الكواسر من أرضية خلص المدافع عدد عدى ياسر بفنية رائعة وأرضية لك الحساب بالوقت المناسب من أكرم السيد. السيد عدى السيد الصواب ولكن بعيدة إلى ضربة التصويب البعيد إلى ضربة ركنية خلص حارس المرمى. البعض كرة طويلة لمن هذه لخلقه على الكرة الفائعة ماذا هدرت يا خلوق عادت إلى ضربة ركنية. أحسن على التركيب أحسن ممكن يلعب كرة سريعة طويلة بالرأس صوت ولكن الحارس تألق بالرأس خلص عادت إلى سيد مرتدة سريعة على ياسر أحمد. ياسر يلعب سريعة عادت إلى سيد مرة أخرى يا سيد صوت ولكن صلاح يحاول يلعب بحضان اللاعب لكن غشة قطع إلى مرتدة لا ياسر. ياسر يلعب سريع على السيد صوابه ممكن إذا لا يوسف. يوسف صوابه لكن باقر تصدر. إحدى الأيام كنت أنا جالس في أشاهد مباراة لا على البال لا أعلق فيها ولكن رأيت مهاجم من جودة عالية من طراز عالي سعد الكعبي لاعب نجوم الديوانية. الله يستر من هذا اللاعب لتواجد في هذه المباراة لا يقبل بهذه النتيجة. السداسية في أقدامه هو نفسه سعد الكعبي عندما يتواجد في الهجوم كل المدافعين لا يتوقفون أمامه. سعد الكعبي أراك أنت في المباراة القادمة إن شاء الله ستكون متواجدا في أرض الزعيم. كرواتي عودها إلى أحسن مرة أخرى. أحسن استلمها أحسن البحث عن خلوق العربية لكن عادت إلى أحسن مرة أخرى. أحسن باللمسة إلى الكرواتي. أنتم ثلاثي مرعب ولكن ممكن التصوير من بعيد صوت ولكن بعيدة. تجارب يشير حكم المباراة ثلاث دقائق على نهاية القمة ما بين الفريقين. كابتن ومدرب فريق العمل الشعبي فرحت كثيرا عندما سمعت عاد إلى التدريب مرة أخرى وبقيادة فريقه السابق العمل الشعبي. نتمنى للكابتن الكبير قاسم العرجي بالتوفيق والتتوج من الأخرى. ممكن العرضية إلى من إلى كرار صعبة كرار ضيحة لا 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 عادت إلى حساب صعبة مرة أخرى. لا 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 يا الكواسر لا تضيعون هكذا فرص أمام المرمى لا تضيع هكذا فرص يا كرار. عادت إلى الكرواتي مرة أخرى يحاول عدي إذا لا حسن يترك الكرواتي. الكرواتي صعبة بعيدة لكن حارس المرمى يترك لعبنا. هذا هو اتحادنا البسمايا لا يرحم. شكرا لكم لأنكم لبيتم الدعوة القادمة مني أنا شخصيا والتي تقام على أخي الشهيد ماهر طعمة. وكذا يرمي حكم مباراة الكابتن محمد عبد الرضا النهائي ما بين الفريقين اتحاد بسمايا والكواسر. ألف مبروك لصالح الكواسر وهذا لك لصالح العبد.